هو ينفع استبدل الكاميرا دي بالموبايل ده؟ الإجابة هنا آه ولا، لكن في الدبلومة بتاعتنا هعرفك إيه هي المعدات اللي تجيبها اللي تدي موبايلك ثبات زيها زي الكاميرا وبأسعار قليلة. إيه هي الإعدادات اللي عاملها عشان أوصل لأحسن فيديو أو صورة؟ درس النهاردة عن الإضاءة وهي أهم عنصر في تكوين الصورة. النهاردة هنشتغل على تصوير المنتجات من غير أي مصدر إضاءة إلا ضوء الشمس. ازاي نعمل ريل من الصفر على انستجرام زي الريل اللي هتشوفه دلوقتي؟ ده صوت التسجيل من الكاميرا، ده صوت التسجيل من الميكروفون اللي متوصل على الكاميرا، وده صوت التسجيل من الميكروفون اللي متوصل على الكاميرا بعد ما بنتبع شويه خطوات علشان تطلع الصوت اهدى وانعم. لو عايز تكون يوتيوبر في الفيديو ده هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تنور لوكيشن من الصفر. عشان الصوره تطلع مريحه للعين مهم نفهم يعني ايه تكوين الصوره، وازاي وفين نحط المنتج بتاعنا، وازاي نوقف الشخص اللي بيتصور، ازاي تقدر تصور فيديو بتحرك فيه الموبايل من غير ما يطلع مهزوز. هي فكره اي فيديو تيجي منين؟ هنشتغل على ابلكيشن من اذكى التطبيقات على الموبايل وهو اسمه كاب كات. ازاي تظهر باكتر من شخص في نفس الفيديو؟ درس النهارده عن اشهر 7 اخطاء في التصوير بالموبايل هنعمل اهو. اخر سؤال وهو امتى تعرف ان الصوره مظبوطه؟ ابدا معايا الدبلومه النهارده